السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد أوقاتكم متابعي الأعزاء. حبيت بهالفيديو أوضح طريقة عمل زهرة القرنفل، طريقة سهلة حتى باستطاعة الأخوات المبتدئات ينفذوها. أول شي بدي أعمل كأس الزهرة، راح أعمل 4 سلاسل بهاي الطريقة وشكل دائرة صغيرة. 1 2 3 4، بقفل الدائرة بمنزلقة بأول سلسلة، تشكلت عندي دائرة صغيرة راح أعمل فيها 8 غرز حشو. أول شي بعمل سلسلة الارتفاع، واحد اثنين، بمشي الخيط مع الشغل، 3 4 5 6 7 8، وبقفل الدور بمنزلقة بأول غرزة حشو. أنهيت الدور الأول، هلأ بشد خيط الزيادة وبقصه. الدور الثاني مثل الدور الأول، هلأ راح أعمل غرزة للارتفاع وبعمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، يعني راح يطلع معي بنهاية الدور 8 غرز حشو. من الأفضل دائما أنه تعدوا الغرز مشان يطلع شغلكم صحيح وما تخربطوا بالعدد. راح أكمل الدور وأرجعلكم. أنهيت الدور الثاني، راح أقفله بمنزلقة. هلا الدور الثالث راح اعمل سلسلة الارتفاع، وراح اعمل بأول غرزة حشو غرزة حشو وحدة، وبالغرزة الثانية غرزتين حشو، والسطر كله راح اعمله غرزة بغرزة غرزة حشو وحدة، واللي بعدها غرزتين حشو حتى نهاية السطر. عملت بأول غرزة غرزة حشو، وهلأ بالتاني راح أعمل غرزتين حشو، 1 2، بالغرزة اللي بعدها غرزة حشو وحدة، وهيك حتى نهاية السطر. راح أكمل السطر وأرجع. وصلت لآخر غرزة وراح أعمل فيها غرزتين حشو، وهي 11 12، وراح اقفل الدور بمنزلقة، يعني صار معي بالدور الثالث 12 غرزة حشو. الدور الرابع راح اعمل سلسلة الارتفاع واعمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، يعني راح يصير معي بنهاية الدور الرابع 12 غرزة حشو. راح انهي الدور الرابع لنهايته. كملت الدور الرابع وراح أقفله بمنزلقة. توضح معي كأس الزهرة. هلأ راح أكمل الشغل وأعمل 5 أدوار مثل الدور الرابع، فوق كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو، يعني بكل دور راح يصير معي 12 غرزة حشو، وبرجع لكم. أنهيت شغل كأس الزهرة، هلأ راح أقفل السطر الأخير بمنزلقة، بس راح أقفله بلون تاني بلون الزهرة. بربط نهايات الخيوط مع بعض. بعدين بوضح لكم كيف راح أخفي خيوط الزيادة. هلأ راح أشتغل فوق كل غرزة حشو غرزتين حشو.
يعني بصير معي في نهاية الدور 24 غرزة حشو. بالغرزة الأولى غرزتين، واحد اثنين، بالتاني كمان بشتغل غرزتين، واحد اثنين، وبالتالتة غرزتين، هيك حتى نهاية السطر. راح أكمل السطر وأرجع لكم. وصلت للغرزة الأخيرة، راح أعمل فيها غرزتين حشو، اللي هي الغرزة 23 والغرزة 24. هلأ بقفل الدور بمنزلقة. إذا صار معي 24 غرزة حشو باللون الزهر. هلأ بالدور الثاني راح ارتفع كمان سلسلة وأعمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، يعني ما بدي زيد بهذا الدور، فبدي اشتغل 24 غرزة حشو فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. راح كمل الدور واشتغل 24 غرزة حشو. اذا كملت الدور واشتغلت 24 غرزة حشو، هلأ بدي اقفل الدور بمنزلقة. اذا اشتغلت دورين غرزة حشو بكل دور 24 غرزة. راح اقلب الكأس واخفي الخيوط الزائد بقلب الكأس. الدور الثالث بشتغل فوق كل غرزة حشو غرزتين عمود بلفة، بصير معي بنهاية الدور 48 عمود. راح أعمل سلسلتين للارتفاع، واحد اثنين، وفوق الغرزة الأولى راح أعمل هلأ عمودين بلفة، واحد اثنين، وفوق غرزة الحشو الثاني كمان عمودين بلفة، واحد اثنين، وبنتقل للغرزة الثالثة كمان نفس الطريقة حتى يصير معي 48 عمود. راح كمل الدور وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة حشو، راح اعمل فيها كمان عمودين ترتيبهم 47 والعمود الاخير 48، وبقفل السطر بمنزلقة. هيك بكون انهيت الدور الثالث باللون الزهر. بالدور الرابع راح اعمل سلسلتين للارتفاع، وبشتغل فوق كل غرزة 3 اعمدة. ببدأ باول غرزة عمود، اثنين، ثلاثة، وبنتقل للغرزة الثانية كمان بعمل فيها 3 اعمدة، واحد اثنين، ثلاثة، وراح تابع الدور حتى نهايته. وصلت لآخر غرزة بالدور الرابع، راح أعمل فيها 3 اعمدة، واحد
2 3 وبقفل الدور بمنزلقة بأول عمود، وهيك بكون حصلت على هذا الشكل لزهرة القرنفل. هلأ راح قص الخيط، بقي عندي هلأ دور أخير راح أعمله بلون أبيض. بدخل الخيط الأبيض وبعقد الخيوط مع بعضها. تقدروا انتو تدخلوا اي لون بدكم اياه، بتحبوه زهر غامق او اي لون. هلا راح اعمل 3 سلاسل وراح مشي خيوط الزياده مع الشغل، اخفيهم ضمن الشغل. بعد ما عملت 3 سلاسل بدخل السناره بالغرزه اللي بعدها مباشره وبعمل منزلقه، برد بعمل 3 سلاسل كمان، 1 2 3 وبدخل السنارة بالغرزة اللي بعدها وبعمل منزلقة. كمان 3 سلاسل ومنزلقة بالغرزة اللي بعدها. وبتابع الشغل بهاي الطريقة لنهاية الدور. راح تابع الشغل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر، بعمل 3 سلاسل، 1 2 3 بدخل السنارة بالغرزة الأخيرة وبعمل منزلقة، برد بعمل 3 سلاسل وبدخل السنارة بالغرزة الأولى وبعمل منزلقة. بعمل غرزة للتمكين وبقص الخيط، وبهيك بكون أنهيت شغل الزهرة. بنضف خيط الزيادة بهاي الطريقة. طلعت معي الزهرة بهذا الشكل. وبعدين راح انتقل لتوضيح طريقة عمل ورقة القرنفل. بعمل 19 سلسلة. عملت 19 سلسلة. هلأ راح أعمل 5 غرز حشو. بدخل السنارة بالسلسلة الثانية وبعمل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. بعدها بعمل 7 غرز نص عمود، 1 2 3. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. انهيت 7 غرز نصف عمود. هلأ بدي اعمل كمان 5 غرز حشو، 1 2 3
أربعة، خمسة. هلا بقي عندي غرزة وحدة، سلسلة وحدة، راح أعمل فيها 5 غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا بآخر سلسلة عملت 5 غرز حشو. هلأ بالطرف الثاني بدي أعمل مثل ما عملت بالطرف الأول، أبال هلأ 5 غرز حشو، بعمل أبالهم 5 غرز حشو، وبمشي خيط الزيادة مع الشغل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هلا راح أقص خيط الزيادة. هلا مقابل غرز نص عمود السبعة، راح أعمل كمان 7 غرز نص عمود. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 7. بقي عندي هلا 5 غرز حشو قبال الطرف الأول. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وبقفل الشغل بمنزلقة بأول غرزة حشو. وبعمل الغرزة للتمكين، بقص الخيط وبنظف خيط الزيادة بهاي الطريقة. راح جيب عود خشبي ولف عليه صوف باللون الأخضر، وبعمله حامل للزهرة. راح أحط سيليكون ولف عليه الخيط بهاي الطريقة. بتقدروا من فوق تحطوا قطعة قطن أو قماش، بس أنا بلاقي خيط الصوف أفضل.
اخر شي راح ثبت الورقات الخضر بهاي الطريقه بالسيليكون، باستطاعتكم انتو تخيطوهن خياط كمان. وبهيك بكون انهيت شغل وردة القرنفل. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم.